مباراة يعني المباراة اللي أقام بها ولي العهد مباراة وايد زينة، بس هل أنت قبل ما تقولون إحنا من نفتح الجلالة الملك، هل حطيت احتياطات أن هذه بيوقف العنف في الشارع؟ هل العنف ليومك أنت قلته المسير يسمونه ولي علي زلمانية بيبرر روحه زين، قام العنف أكثر وأكثر أمس زين، فهالمقابل من اللي كان اللي ضحي في 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 المبادرات مالتكم؟ انتم جبتوا عوائل عوائل، انتم ما اخذتوا الناس استفتاء من الشعب، الشعب هو عنده كلمه ثانيه، سواء يعني تخيل واحد من الازمه 2011 من اللي منظر؟ خلنا وقع عنها فنص صريح، ما انظرت الحكومه، اللي انظر الوطن والمواطن، احنا اللي انظرينا، اللي عنده اخو مات واللي عنده اخوته صار تعاهه واللي حاله نفسيه، من الطرفين نقول لك من السنه ومن الشيعه. هل تبي الحين مره واحده يطقون هند بريك ويقولون لا للعنف؟ لا ما اعتقد، انا اقول لك يعني اسمح لي ان هذه المبادره بتصير اعنف واعنف جدا. شيخ انا اعتقد ان في حواجز بين الحكومه وبين الشارع، وهذا يمكن راجع الى سبب، انا اعتقد ان غياب الوعي عند الحكومه من طرف وعند الشارع من طرف ثاني في قضيه التعامل والتعاطي مع الديمقراطيه. يعني اليوم احنا كشارع اذا بنرشح بنرشح من منطلق طائفي، في احيان كثيره ايضا من منطلق قبلي، بنرشح لان رجل الدين مع احترامي حق كل رجال الدين هم افضل من الدكتور وافضل من المهندس وافضل من الاقتصادي. في المقابل ايضا الحكومه طبعا تدعم مرشح على حساب مرشح اخر، هذه قبل الانتخابات بعد الانتخابات تحاول ان هي تكسب ود مرشحين حتى تخلق لها حائط صد في مجلس النواب. انا اعتقد ان هذه الممارسات من قبل الحكومه او من قبل الشارع هي كفيله بخلق حواجز تخلينا نفسر كل شيء يطرح من خلال مثلا ديوان او فريق سمو ولي العهد بانه مؤامره. اليوم ذي الموضوع ذي الثقافه للاسف او الظاهره ما اعرف شو اسميها، بس هي موجوده اليوم في الشارع الشيعي وفي الشارع السني. نتعامل مع كل شيء يطرح من خلال مثلا الديوان او من خلال الفريق يمثل الحكم بشكل او باخر لانه هو مؤامره. انا اعتقد الشيخ ان دي سبب الاسباب وما في شرف وجودي في هذا المجلس لاول مره. يعني شيخ انا بختصر الكلام في السؤال، يعني لا يمكن اتمام صفقه سواء قبل الانتخابات او بعد الانتخابات للخلاص من الازمه في البحرين. نحن نحتاج الى مشروع وطني حقيقي من جميع الجمعيات، للاسف نفتقر الى وجود مشروع وطني حقيقي. السؤال الثاني، هذه الفتره هي فتره يعني دخل من الاشاعات والتحليلات، نحتاج ايضا الى خطاب الشفافيه. نفتقر الى هذا الخطاب. ويعني بالفعل يعني مخرجات التوافق يعني كانت كبيره جدا جدا، ونسبه التوافق كانت عاليه، وهذا انجاز يحسب للقياده. شكرا لكم جميعا وجزاكم الله خير. وثاق الامن الوطني ممكن لما رحت انتخب او اقول ان انا موافقه على الميثاق ممكن ادري ان راح يعني ما راح كنت ادري انه بيصير احباط في الشارع وتسييس وطائفية. لو دريت انه بصير هذا الشيء مؤقت، لو دريت انه كمواطنين جزء من الشعب بيروح يشتكي على بلده خارج البحرين مؤقت، خلها البحرين دولة ولا احنا بتعدى بنفوسنا ليلنا ونهارنا سياسة. ما كان هذه اوضاعنا للامانة كلنا، واحنا نحاتي الاجيال الجاية. يعني انا مو بصغيرة، انا جريب وصل سنين 40، انا حاطي عيال اختي عيال اخوي عيالكم، عقوبنا شو بيصيرون؟ ميثاق العمل الوطني هو حلو، ما اقول لكم لا، بس انفسنا تعبانه، الشارع محبط، الشوارع انا ما الومك ولا الوم اللي قاعدين، الومين ولا الومين، الوم نفسي ان انا وقعت لان هذه النتائج. لما انا اروح على بيتنا بالبدايه شارع البدايه المنطقه اللي تنقط فيها المولوتوفات ثلاث مرات تنقط اي مولوتوف، اذا ما ادوس بسرعه السياره انا راحت عليه. لا انت اللي بتنقذني ولا هي اللي بتنقذني، يا انا انقذ نفسي بنفسي او انا راحت عليه. سويت عريضه.
نرجع حق البرلمان. البرلمان هو وقف وياي لما قلت حق نائب المنطقة البلدي تعال وقع وقف معي وقالي اسمحي لي أماني ما بوقف ما بوقف شال يده أنا اللي صرت غيال هو اللي صار أرى واقع وأقولها في وجه الحكومة في وجه البرلمان أنا اللي صرت غيال هو اللي صار أرى ما وقع.